بسم الله يا والابن والروح القدس الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. لقاءنا النهارده في اسرتي ايقونه في الكنيسه، ايضا حسب على التعليم اللي بناخدها من صلوات وطقس سر الاكليل في الكنيسه الارثوذكسيه المقدسه. والنهارده هنتامل مع بعض في الدروس اللي بتقدمها لنا الكنيسه بناخدها من هذا الطقس الجميل، في الطلبة التي يصليها الأب الكاهن بعد صلوات الإنجيل، بعد قراءة الإنجيل وشيت الإنجيل وصلاة الإنجيل. الحقيقة الطلبة دي طلبة جميلة جدا، بتتكون من عدد من الطلبات. بنجد فيها الأب الكاهن بيصرخ وبيطلب من ربنا، وأيضا كل الكنيسة، المفروض كل الكنيسة الشمامسة والشعب الحاضرين المدعوين بيردوا على كل طلبة بيا رب ارحم او كيريا ليسون. وكان في هذه الطلبة نحن امام دعوة مقدسة من الكنيسة ان كل الكنيسة بما فيها الطرفين اللي بيرتبطوا، الاسرة، العائلة، الاصدقاء، كل الحاضرين، الشمامسة، الخدام، الكل يصلي من اجل هذه الاسرة. وهنا في معنى جميل جدا، نحن كلنا واحد في المسيح، نحن كلنا كنيسة جامعة تتكون من كنائس صغيرة، الأسرة كنيسة صغيرة، مجموعة هذه الكنائس الصغيرة القديمة والجديدة والمعارف والأصدقاء كلنا نصلي من أجل هذه الأسرة الجديدة. ونتمنى أن دايما في حضورنا للأكاليل نشترك في هذه الطلبة بقلوبنا ونصلي من أجل كل طلبة. عندما يطلب الكاهن طلبة من الله والشعب والشمامسة يقولوا يا رب ارحم او كيريا ليسون، هم بيأكدوا هذا الطلب وبيشتركوا بقلوبهم وبلسانهم وبأذهانهم مع الأب الكاهن في الصلاة من أجل هذه الأسرة، لأنها تحتاج جدا جدا عمل الله فيها. الطلبات دي بتبقى ليها معاني. فيها طلبات في الأول بنكلم الله الآب نقول له أنت إله أبائنا، أنت الذي خلقت السماء والأرض والبحر وزينتها بحكمتك. كأن الكنيسة بترجعنا إلى الأسرة الأولى التي كونها الله ذاته بين أبونا آدم ومنا حواء عندما هيئ العالم كله وهيئ الكون وهيئ الخليقة ثم خلق آدم وحواء، كأنه جهز لهم البيت الكبير اللي يعيشوا فيه. نقول له يا رب يا من خلق المرأة من جنب آدم وعطاها له معين نظيره، بتفكرنا في الطلبة بالعلاقة بين الزوج والزوجة، هي معينة وهي نظيره في المجد زي ما شرحنا مرة قبل كده. وبعدين بتطلبهم بركات الآباء الأولانيين، يا من بارك إبراهيم وسارة نطلب إليك أن تسمعنا وترحمنا، يا رب زي ما باركت حياة إبراهيم وسارة بارك حياة العروسين دول، يا من حفظ إسحاق ووفق له رفقة، أنت رب اخترت رفقة لإسحاق عن طريق الدمشقي اللي أرسله أبونا إبراهيم علشان يبحث عن زوجة لإسحاق. إذا هو ترتيب ربنا، العازر الدمشقي خرج بأمر من إبراهيم لكي يختار زوجة، فنقول له رب زي ما وفقتهم وفق أيضا هؤلاء العارسين، وكلنا نقول لهم يا رب ارحمنا يا رب باركهم، يا من بارك يعقوب ورحيل وبارك يوسف ووهب له أسينات. نحن أمام معنى أن يا رب أنت اللي بتهيئ هذا، فأنت اللي تبارك وأنت اللي تقدس وأنت اللي تساعدهم أنهم يعيشوا حياة مقدسة، إلى أن نصل في آخر طلبتين نقول له يا من سر في آخر أيام أن يولد من عذراء وعضاء على جنس البشر. كأننا بنقول لرب أنت تجسدت وأخذت الطبيعة البشرية، بارك الطبيعة البشرية للعروسين. بعدين نقول له يا من حضر في عرس قانا الجليل، بارك هذا الزواج مثل ما باركت ذاك الزواج، ويا من حول الماء خمرا حقيقيا بسلطان له، تبارك عبديك وطهرها بمحبتك. وهنا بنتضرع وبنطلب من الله انه يعمل بلاهوته في هذه الاسره، بقوته الالهيه، بعمله الالهي في هذه الاسره. وهذا العمل وهذا الطلب احبائي بتحتاج مننا ان احنا نصلي مع الاب الكاهن ونطلب لهم، وكأننا بنقدم لهم أعظم هدية أننا نطلب لهم بركة الله في حياتهم وفي بيتهم الجديد في هذه الأسرة. وفي نفس الوقت إحنا بنتعلم ما معنى سر الزيجة، والحاضرين بيتذكروا هذه المعاني في حياتهم ويحافظوا عليها ويراجعوا نفسهم عليها، والمكللين أو المتزوجين
حديثا في هذه الأسرة، ياخدوا هذه المعاني يحطوها في قلوبهم ويشعروا أن الذي يجمعهم هو الله والذي يباركهم هو الله، فيحافظوا على وجود الله في حياتهم وبيتهم وفي أسرتهم فيأخذوا هذه البركة. وكما حول الله السيد المسيح الخمر إلى الماء إلى خمر، ده إشارة إلى عمل اللاهوت، فعمل اللاهوت أيضا في الروح القدس هو اللي بيجمع الاثنين ويحول الاثنين إلى واحد، ويصير الاثنين ليس بعد اثنين بل جسد واحد. ربنا يعطينا أن هذه الطلبات تكون حية في حياتنا في كل أسرة، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.